الناس ديال القفاطن يبانو عندي هنايا، بزيم راقي وفن ستيل ديالو مزيون، الصح والمتانة تيدي مونطا بحال هكا، يعني ما تخافي لا غيتهرس لك لا والو، وصحيح شكلا زوين، السلسلة ديال العلاقات. حميد، حميد تواصلي معايا اختي في الواتساب ومرحبا. اذا كما قلت لكم البنات هذا كيدير 56 ألف ريال، 2800 درهم، 2800 درهم، بزيم غزال تيجي ديال القفل تيتخشى بحال هكا فشي سمطه، ما عرفت سميت هذوك السمطات اش كيتسموا، ديال الصم، اي سمطه، شكرا للطاقم التقني، تحيه خاصه، ديال الصم، شي سمطه ديال الصم، 121 حياه، وي سمطه ديال الصم، ويجي مع هاد سيدي مولاي البزين، ما شاء الله ما شاء الله وتبارك الله، ماشي تكيشيطه تكون غزاله في المستوى، دوزي مناسبتك وانت رافع راسك، دوزي مناسبتك وانت رافع راسك وعارفه شنو لابسه، ثقه في النفس 100%. الذي من ثاني يثبت هذا الكلام الإتقان والإبداع والصانع المغربي الذي دائما نشكره على إبداعه وعلى ثقته في الله سبحانه وتعالى، وتيخدم لنا وتيحط لنا هاد لوتام بحال هكا غزال باش نبرعكم نتوما كأحسن المتتبعين اللي يستاهلوا من عندنا كل خير إن شاء الله. دونك اللي عجبات دير لي كابتشيغ ديكرون وترسلوا لنا سير ميسنجر أولا في الواتساب، ومرحبا وألف مرحبا. حتى العرض ديالو البنات راه عريض تبارك الله، انا نعطيكم باش تعرفوا العرض ديالو فيه تقريبا 9 ديال السنتيم، اللي فيه 9 سنتيم، وبالنسبه لهنا يعني بالنسبه لهنا 18 سنتيم اللي فيه 18 سنتيم في العرض، وبالنسبه لهذا الدور هذا بحال هكا فيه 10 سنتيم، يعني شي حاجه رائعه. وي حياه اختي كنبيعو حتى الذهب. اذا البنات حاولوا طاقيو صحاباتكم طاقي وحبابكم، يعرفوا بديل الذهب، يعرفوا ديزارتيك اللي ولاو جداد في النقره غزالين، مشى هذاك الزمان ديال النقره بلديه عاديه، جبنا لكم الطوب دو الطوب ديال السلعه، ديزارتيك اللي في المستوى اللي لن ولن ولن تفرقي بينهم وبين الذهب. عطينا ديك الكحله اللي كانت فيها، فين هي عندك سما راه، وهادي ها هي البنات باش يكون هادشي قادو لكم مزيان، هنا عندنا الغرض في الصورة تبان اياه شوي كفلنا، عرفتي هادي مع شي قفطان، الصحة والراحة من عندي اختي والله الا بالصحة والراحة، كدير ليفريزون مراكش ويلا لا ليفريزون تنديروها في المغرب كامل من طنجة للقويرة، تيوصلك الارتيكل تال عندك حتى لباب الدار. اذا كما قلت لكم البنات شويكه مع شي قفطان بلدي بالصحه والراحه من عند خوك عبد اللطيف، انا جايه عندك ان شاء الله السبت الاخر وتصاوب معايا، مرحبا بك اختي حياه، هذا شرف لنا وشرف لكاع المتتبعين الاوفياء ديالنا انهم يجيو يزورونا في عالم المجوهرات ويتعرفوا علينا، الناس اللي بعاد وما كتبش لهم يجيو، راه تنديروا التوصيل في المغرب كامل ويجي الارتيكل حتى لعندك، الناس الجاليه كنتمنوا نلقاو شي حل في هذه المساله، حاليا البلاصه اللي عندنا كنصيفطوا فيها هي باري كليشي، اللي قريبه ليها كليشي راه تنصيفطوا، من غير كليشي باري راه ما كاينش حاليا، نتمنوا نلقاو الحل لهذه المساله هذه. اذا هذه الثمن ديالها كدير 850 درهم اللي هي 17 ألف ريال، 850 درهم، 850 درهم، 85 أورو، شوية مع شي قفطان بلدي بالصحة والراحة مسبقا، بليليطات فنين خضر مع الكرونة تيعطي واحد لوتام غزال، ونتمناها تكون من حظ شي وحدة فيكم إن شاء الله. وكاين هاد السيمولاتي تاع هي الشوكة، هادي كتجي في الجوهر كتجي فاش ما بغيتي، زويونة ومرصعة كلها بهاد الحجر ديال الروزات اللي هو ماشي الفري روزا، هذا غير الفروزا، حيت باش ندير لك الروزا حره كتقام غاليه، الشكل ديالها فن، بغيتيها جوهر راه كتجي مع الخيوطه ديال الجوهر زوينه، بغيتيها بحال هكا كتجي زوينه، الثمن ديالها 1200 درهم، 24 ألف ريال، 1200 درهم، 120 أورو، 120 أورو، 24 ألف ريال هاد الشوكه، 1200 درهم، شوف سبحان الله العظيم، عرفتي شنو طرا دابا البنات، حنا دايرين اللايف هو يتقطع الضو، الحمد لله تقطع الضو البنات، القضية غير تسلكوا معنا في الصورة وصافي، شو راه تقطع الضو في ضرب سلطان كامل، ها سلكوا معنا البنات وصافي، لا لا تسنى خليها بحال هكا، والله إلا شو سبحان الله العظيم غيبان لكم الكليراج نقص، لقد انقطع الضوء، سبحان الله العظيم، السلام عليكم، بارك الله فيك أخي، شكرا،
البنات غير سلكوا معنا راه تقطع الضو في درب السلطان كامل. لا 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 ما ديرش هذيك، لا هذيك غادي تعطي راني نوريك واحد القضيه هنا. سلكوا معنا البنات راه تقطع لينا الضو، ماشي في المحل عندنا راه في درب السلطان كامل، لكن غادي نبقاو غادي دقه دقه لعل المانع يكون خير ان شاء الله. اذا بالنسبه لهذه هي دوزناها 1200 درهم 24000 ريال، بالنسبه لهذه 24000 ريال. غنحاولوا حليمه واش بحال هكا كيبان مزيان واخا مقطع الضو؟ جاوبينا اختي حليمه الله يعطيك الخير. حليمه راه هي سميتو حتى هي من داخل من الطاقم التقني ديالنا. اذا كما كتعرفوا البنات راه تفضوا تفضوا شكرا والله الا تفضوا بلا ضرب السلطان كامل طفى فيها الضو. ها هو رجع البنات الحمد لله اللهم لك الحمد. اذا ها هو الضو رجع، شكرا لكم الله يجزيكم بخير. شكرا حياه، شكرا ايدي ايدين، مرحبا مرحبا. اذا هذه 1200 درهم اللي هي 24 ريال 1200 درهم 120 اورو. هذه البنات تقدر تلبسيها شوكه بوحده، ولا اللي عندك شي جوهر في الدار البيض تجيبيه وكنخرجوا فيه خيوطه من هنايا، اربعه هنا واربعه هنا كيعطي داك الشيء زوين. مرحبا. اذا اعطينا هذيك راه عندك هذيك فين دير الحلقه، خليكم معايا البنات. ودابا غادي ندوزو لشويه ديال الحلقات. الناس الكلاس، الناس اللي عزيز عليهم الحلقات بانوا عندي هنا، مرحبا والف مرحبا. عطيني شي بواطه. اذا هانتوما البنات وليقات بلديين، انا معاك اختي حياه مرحبا بكم. لا تفادك الضو ديال الفيترين، مرحبا بك. راح انت يلاه رجع الدور البنات. اذا هاد الحلقات هما البنات فنين وغزالين، الثمن ديالهم كيدير 22000 ريال كومبيان. الناس الجزائر اختي راه ما تنديروش ليفريزون الا في المغرب، زيتا اختي ليفريزون غير في المغرب. اذا كما قلت لكم البنات هادو 22000 ريال 1100 درهم 1100 درهم 100 اورو 110 الاورو بالنسبه لهادو، فنين ويتلبسوا غزالين وراقيين. نتمنىهم يكونوا من حد شي وحده فيكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. حجيرات بلديين وفنين، الخدمه ديالهم مخدومين نقيين، يعني ما فهمتيني كتشوف في البياسه كتبان لك ذهب 100%. اذا هذه هي دوزناها. وكاين هاد البليليطات، يا البليليطات فنين حتى هما. هادي كبيره درتي انت، كاين هادو البنات حتى هما فنين ديال البلوطه، ايوا غزالين وراقيين. راه هذيك هذيك الصغيره هذيك تديرهم في هادي. هانتوما البنات هادو راه كيجيو فنين، بليليطات غزالين، الشكل ديالهم راه راقي. عطينا هذيك النوار، عطينا هذيك النوار. اذا هذا خليكم معايا البنات باش نوريكم هادشي يبان الطوق الرفيع الصراحه. شكرا الاسره، الاسره حتى هي راه من المتتبعين الاوفياء ديالنا. هما البليليطات ديالنا هادو فنين وغزالين، الثمن ديالهم ما كيتجاوش 650 درهم اللي هي 13000 ريال 650 درهم 65 الاورو. قفطان بلادي، لا اختي نقرمش الا بالذهب، بديل الذهب نقرمش الا بالذهب. ديزارتيك اللي لن تفرقي بينهم وبين الذهب نهائيا، والذي يثبت هذا الكلام الاتقان والابداع والخدمه متقونه 100%. هادو 650 درهم اللون اللي بغيتي في البلوطه نصوبو لاختي. الا كان شي حاجه اي استفسار تواصلوا معايا في الواتساب ومرحبا والف مرحبا. ها حياه مصطفى هي خدامه معنا، شكرا لكم البنات كتشجعونا معنا في السراء وفي الضراء، الله يكبر بكم كاملين. وكاينين هادو البنات حتى هما انا نوريهم لكم. عمر عمر هادوك الحلقات كلهم ديرهم في هذيك، خليكم معايا البنات وما تزبيوش غير الناس اللي يلا دخلوا ما كيعرفوناش. معكم عبد اللطيف نظيفي من عالم المجوهرات، الاختصاصي ديالنا بيع وشراء الفضه مشلة بالذهب لموديلات ما تفرقيش بينهم وبين الذهب نهائيا. عطينا واحد الاسم الا وهو بديل الذهب، ديزارتيك اللي الله يحسن العوان بغيتي تشريهم في الذهب حاليا ما عندكش البيجي، وفرناهم لك في النقره وما كيتبدلش اللون ديالهم، ولبسي وتبرعي بالصحه والراحه. هادو 85 الاورو 85 اورو 17000 ريال 850 درهم. مرحبا ولا مرحبا.
مرحبا بك لالا، الله يبارك الأسرة الأسرة، مرحبا بك. إذا هادو 17 ريال، 850 درهم، 850 درهم، 85 أورو. مرحبا ألف مرحبا، اللي عجبات دير لهم سكرين ومرحبا. حتى شي ارتيكل البنات وريته لكم وما بانش لكم في الصورة مزيان، غير صيفطوا لي ميساج في الواتساب وراه نصيفط لكم داك الشيء على حق وطريق. نعاود نصور الاخرين. وكاينين هادو زوينين حتى هما وفنين، حلقات تاعهم في المستوى، شي حاجه شكلا زوينين. الثمن ديال هادو كيدير 850 درهم، اللي هي 17000 ريال. 17000 ريال، عطيني دوك خواتم 17000 ريال. هادوك لي باك انا نوريكم البنات الخواتم باش ما نبقاوش غير نوريكم الحلقات الحلقات الحلقات. 17000 ريال بالنسبه لهادو فنين وزويونين ومخدومين خدمه نقيه متقونه، جاي فيهم هاد الديزاين هنايا داير بحال البونتير. وصراحة حلقة فني 850 درهم، 17000 ريال، 850 درهم، 85 أورو بالنسبة لهادو بريليطات ديالهم فني. ودابا غادي ندوزو للخواتيم. عطيني الخواتيم خويت مثلا البنات، شوفوا هاد الشكلات اللي عجبوكم. ما كنبغيش نلبس هادشي وليني على قبلكم نلبسهم، انت ما كنبغيش نلبس المجوهرات لكن على قبلكم نلبسهم. ها انتم البنات ما تفني ودوزي بهم مناسبتك بالصحة والراحة. الشكل ديالهم راه فن وتيجي فن في اليد. سمحوا لي على هاد اليد الخشينة، راه اللبسة لبسة مرة ماشي ولا لبس راجل. المهم الله يكبر بكم وشكرا لكم بزاف. هادو الثمن ديالهم، هذا اللي في صبعي الصغير تيدير 550 درهم، 11000 ريال. الوسطاني تيدير 450 درهم، اللي في هاد صبعي الكبير تيدير حتى هو 450 درهم. اذا اي وحده عجبها شي ارتيكل غير دير لي كابتيغ ديك خون ومرحبا والف مرحبا. حتى في اللبسه راه كيجيو فنين البنات. وكيما قلت لكم سمحوا لينا على هاد اليد الخشينه، كتعرفوا اليد ديال الراجل كتكون خشينه. وبالصحه والراحه نتوما نسى، يعني حلل لكم ربي المجوهرات بالصحه والراحه وهنيئا لكم. ونتمنوا كما قلت لكم اننا غير نردوا الدوق ديالكم ونوفر لكم كاع داكشي اللي بغيتو ان شاء الله، وتكون المعاملة بيننا وبينكم حسنة إن شاء الله. والله يوفقنا ويوفق أي واحد كيتقاتل وتيسعى على لقمة العيش ديالو. والله يكبر بكم كيف ما كان. خاصة الحاجة ملكة من فرنسا اللي هي دائما كتشجعنا، وكاع الجالية بصفة عامة، هولندا، كندا، فرنسا، إيطاليا، إسبان، ألمانيا، الحمد لله كلشي كيتواصل معنا. الله يعمر هذا، الله يكبر بكم كاملين في ما كاين شي مغربي في هذا العالم، الله يكبر به. وتنس الجزائر تاهم الله يعمرها دار، كنتعاملوا معاهم ناس في المستوى، الله يجيبنا معاكم غير في الصواب. اذا هادو هما دوزنا. وغادي ندوز لكم واحد الكولي، عطينا هذاك الكولي، ندوز لكم واحد الكولي البنات باش نديرو في هاد لابواط هادي باش يبان لينا. خليكم معايا وما تزابيوش غير على ما نصوب لكم واحد الكولي غزال باش نقادو في لابواط تيبان. نديرو في هذاك السر، يلا نديرو في هذاك السر، نديرو في هذا، نديرو في هذا. اذا كما قلت لكم البنات حنا كنتواجدو في قصريه الحفاري دار السلطان، الدار البيضاء. الناس اللي ما كاينينش في الدار البيضاء راه تنديرو ليفريزون في المغرب كامل، تيوصلك الارتيكل حتى لعندك، تيجي حتى لعندك. مرحبا والف مرحبا. وكما قلت لكم التوصيل راه بالمجان، ليفريزون راه غراتوي من طنجة لكويرة. الناس الجالية اللي كاينين في باري كليشي راه تنصيفطو لكليشي. ومرحبا ألف مرحبا. حميد اختي، المسألة ديال كيكشفو ولا ما كيكشفوش كتبقى ليك انتي. شنو المعنى ديال ليك انتيا؟ يعني انا غنبيع لك انايا شرتلة ولا براسليات ما تعوميش بيهم من غير العمان والبارفان، راه اختي راه يضرب لك واحد المودة. ونهار تبغي كاع تشتلو ما كيتقامش عليك التشتلة الغالي، ما كيفوتش واحد 50 درهم، وليني حتى كيضربوا عندك واحد البارفان. البارفان ديري البارفان ديالك عا باش لبسي لي زارتيكل ديالك، ماشي كتلقاي وحده لابسه بالمثل كولي وتدير ليه تتريحو، راه ما يمكنش. ديري الريحه ديالك بالصحه والراحه، حنا ماشي ضد الريحه، ولكن تتسالي الريحه ديالك عا باش لبسي الكولي ديالك. اذا كاين هذا البنات، هذا الطقم، هذا ها هو الثمن ديالو، هذا بالحلقات كيجي زوين وغزال. الثمن ديالو كيدير هذا البنات 2800 درهم، 2800 درهم، 56000 ريال. كولي فن وغزال، 280 اورو، 280 اورو لي بوكل والكولي،
2800 درهم 56 ريال، كولي راقي وزوين، كله روزات في الجناب. نعاودو نذكرو تاني، راه ما تنديروش الفري روزا، غير باش ملي كنقولو الروزا راه الفو روزا، حيت الروزا حرة راه غالية. باش ندير لك كولي بروزا حرة غيتقام بواحد 3 ولا 4 المليون. اللهم كما تنقولوا قول وفعل، هذه راه غير الفروزه، غير هي لا بونوميتاسيون ديال الروزه. صافي ديرها انت شوف كي كتبان لك، ماشي زيركم بيضه، كتبان بحال اللون ديال الشامباين، باش كتعطي داك لو تيم زوين وتبين لنا الارتيزانه على حقها وطريقه. 2800 درهم 56 ريال، 2800 درهم 280 اورو بالنسبه لهذا الكولي. اللي عجبات دير لي كابتشر ديكرون ومرحبا. وكاين واحد سيدي مولاي الكولي حتى هو اخر، الناس اللي تيبغيو اللباس البلدي. بسم الله بسم الله، هذا حتى هو راه فن ومزيون وعندو البراسلين تاعو، هذا الشكل ديالو حتى هو فن. هادو كلهم موديلات كاينين في الذهب البنات. حميد تهلي يا اختي تهلي من عندك، وما تعوميش بهم فهمتيني، بحال دابا واش غتلبسي كولي بحال هذا تعومي به راه مايمكنش. اما الا كتحيدي وتحطيه في البواطه ديالو اللي غنصيفط لك، ما اختي راه يبقى عندك مده. الثمن ديال هذا كيدير 4200 درهم، فيه لاباك، ها هي كما كتشوفوا لاباك الفوق، وفيه النباله وفيه لي بوكل. 4200 درهم، 4200 درهم، 420 اورو، 420 اورو، 420 اورو، 84000 ريال بالنسبه لهذا كامل، فيه الكولي الحلقات والبراسلي والسيمولاي الخاتم. نتمنى يكون من حظ شي وحده فيكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. شوف الصوره واش واضحه. صافي دابا شعلتو باش نقلبو هذيك الكاميرا لهنايا، تناول البنات دابا غادي ندور عندكم باش نوريكم ثاني شحال هذاك الطول اللي كنشعلو هذا اللي هنا. صافي نشعل هذا ديال هنا وغادي نعاود من جديد نشعل هذا. دابا ملي كتشوفوني قلبت لاكام يعني غادي ندخلو للمطعم. اذا عاود لكم من جديد البنات ومرحبا بكم، الف مرحبا، كنتوحشكم بحال هكا مره مره. لكن الغرض عندي في هادشي علاش كنقلب لاكام، باش ندير هذاك الاستوديو باش تبان لكم الصوره واضحه. الغرض عندي ماشي البنانة، ان لي زارتيك لي نون الاعجاب ديالكم وتبان لكم الصوره احسن فاحسن. وي مشي للبدال. وكاين هاد السيمولاي الجوهر، وجدوا لي ريسكم يا البنات، شنو عنده واحد السميه هذا. ها انا تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، شنو نقول لك يعني. عطينا هذيك الزرقاء الله يعطيك الخير، خليكم معايا البنات على واحد.